السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي على قناة اليوتيوب على صفحة الفيسبوك. النهاردة بفضل الله عرض أنية من داخل المزرعة البيتي، ولكن مبدئيا أتمنى لحضراتكم ما تنسوش تشكروا ربنا وتصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وكمان تدوس لايك تدعمونا بيه. ولو اول مره تتفرج علينا ما تنساش تشترك في القناه عشان ما يفوتكش اي عروض وكمان فيديوهات تعليميه. طب نبدا عرضنا ونقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. النهارده بفضل الله عرضنا بيتكون من 26 راس غنم برق حر للانيه، اعمار 6 شهور فيهم كام حته 5 شهور، تمام كده، اعمار 6 شهور فيهم كام حته 5 شهور. السعر جملة بفضل الله 6000 جنيه، السعر القطاعي 6200 حاجة. بسم الله ما شاء الله، غنم بتشبع علف صبح وليل زائد الدريس الحجازي زي ما حضراتكم شايفين كده، حاجة الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، والأسعار عندنا مفيش مقارنة مع أي حد، مع احترامي للجميع. الخروف ده بره بيتباع جملة بستة ونص فيما أعلى، ربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب. المكان بشتيلي امبابة محافظة الجيزة. للتواصل معايا عن طريق الواتساب او تليفونين على رقم 0155-955-1306. المكان بشتيلي امبابة محافظة الجيزة، الرقم هتلاقوه في اول الفيديو، تقدروا تنقلوه وتتواصلوا معايا عن طريق الواتساب او تليفونيا. الغنم طبعا واخدة جميع التحصينات، وبيتم تحصين الجرعة التنشيطية للكوفاكسين 8 امراض زائد حمى النقل، يعني قبل ما بتاخد شغلك بيتحصن ضد الامراض المميتة عشان فلوسك ما تترميش في الارض. ربنا يبارك رب لصاحب النصيب. كان معكم محمد مصطفى من قناة المزرعة البيتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.